إذا أراد التقصير في الحج والعمرة فالعبرة بالرأس كله، فإذا عمم في تقصيره بجميع الرأس وجميع نواحيه أجزأه ذلك التقصير، وأما إذا قصر من ناحية دون ناحية فإنه لا يجزيه في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وقد بينا أن مسألة الحلق والتقصير ومسح الرأس في الوضوء أنها متعلقة بالكل ولا يجزئ البعض، وبينا دليل ذلك من الكتاب والسنة غير مرة، فإن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فجعل الحلق متعلق بكل الرأس والتقصير فرع عن الحلق، والفرع آخذ حكمه أصله، فيجب أن يعمم في التقصير جميع الرأس. فلو أنه أخذ من ناحية من الرأس أو قصت المرأة من ناحية من رأسها وكانت قد استفتت أو تعلمت أو سمعت من أبيها وأمها قول من يقول إن ثلاث شعرات تجزي أجزأها، لأن هذا مذهب لطائفة من أئمة السلف وله دليله من الكتاب ولا ينكر عليه، لكن الصحيح والراجح في نظري والعلم عند الله أنه لا بد من تعميم جميع الرأس كما هو مذهب المالكية والحنابلة في المشهور رحمة الله على الجميع، ولأنه هو الأصل، الأصل أن الحلق يكون للكل حتى يدل الدليل على البعض، والتقصير للكل حتى يدل الدليل على بعض، ولا دليل يدل على أن بعض الرأس في الحلق والتقصير يجزئ، والله تعالى أعلم.